السلام عليكم شباب بنات، اتمنى يكون الكل بخير يا رب. طبعا تحياتي للاخوان الموجودين عندي بالقناة المشتركين، الله يسعد لي اياكم يا رب. وبالنسبة للاشخاص اللي جايين ما بيعرفوا قناتي وهلا عم يشوفوا اول مرة الفيديو، انا محمد عيسى من قناة سوريا ستار، يا ميت اهلا وسهلا فيكم نورتوا. طبعا موضوعنا مثل ما موجود بتايتل الفيديو الفريم 60. طبعا يا شباب موضوع اليوم كتير كتير مهم، وبدي منك شغلة واحدة انه تسمع كل كلمة بالفيديو، لانه اذا طلعت بكلمة واحدة عن الفيديو وخربت هيدا الشيء فانا ماني مسؤول عنه. الطريقه مجربه وانا كل مره بعملها. انا اختصاصي سوفت وير وهارد وير تليفونات، اذا بتحبوا هيدا الشيء رح اخصص قناه بالامور التعليميه بالامور تصليحات التليفونات والالكترون، هيدا الشيء بعدين بنعمله ان شاء الله. نحن هون قناتنا بمحتوى ببجي وردات الفعل وهالقصص، فحبيت شارككم هذا الفيديو، وبعرف انه في كتير منكم حابين يعملوا تليفونهم ب 60 فريم. وطبعا في اشخاص ما بيعرفوا شو هو 60 فريم. ال 60 فريم بشكل مبسط راح اشرحها. كل تليفون بيدعم فريمات معينه. شو هو الفريم؟ تلقي الصور، يعني انت بالثانيه تليفونك كم صوره بيتلقى. طبعا التليفونات ضعيفه عاده بتكون ب 30 فريم لل 40 فريم ماكسيموم. فانا معي الايباد 5 تدعم 50 فريم بالثانيه، وطبعا في عندك الايباد 6 وال 7 بيدعموا 60 فريم، وفي تليفونات البرو طبعا اللي كتير مهمين بيدعموا يمكن لل 90 فريم بعتقد، وببجي عم تتحدث بهالموضوع انه رح تفتح اللعبه لل 90 فريم، هلا هي ماكسيموم 60 فريم. خلونا بسم الله الرحمن الرحيم نجرب. فبالنسبه للاشخاص اللي ما بيعرفوا شو الفريم بتمنى تكون فهمت شو هي الفكره، وبالنسبه للاشخاص اللي بيعرفوا الفريم راح اعطيك الطريقه ومضمونه 100% ومجربه كمان على مسؤوليتي الشخصيه، بس بتمنى منك تفتح الفيديو وانت عم تنفذها. ضروري كثير تفتح الفيديو وانت عم تنفذها، لانه اي حركه ممكن تعملها غلط راح تطير نسخه من اللعبه. على مسؤوليتي الخاصه اجربها، وارجع لعندي على الكومنت واكتب لي تعليقك شو صار معك، انا مأكد راح تزبط معك. خلونا نجرب بسم الله الرحمن الرحيم. اول شغله يا شباب بدنا برنامج الاي اميزنج، اسمه اي اميزنج مثل ما شايفين عندكم بالشاشه، هيدا مختص لتليفونات الابل الاي او اس. هيدا البرنامج الوحيد يلي بيقرا ملفات الاي او اس وفيك تتحكم فيهم. طبعا اللي معه اندرويد نفس الطريقه راح تفتح الملفات هي ذاتها، ما راح تفرق معك، فبيزبطوا على الميلتين اي او اس والاندرويد. هيدي بالنسبه لاول شغله. تاني شغله اللي هي المهمه، بنفوت على اي ملف ماي كمبيوتر تنفترض، بنحط فيو اوبشنز فيو، كمان بدك تعمل شو للملفات المخفيه مثل ما شايفين هون الخيارات قدامكم، راح تحطوا عليهم صح، بتعملوا اوكي. هاي اول شغله ما تنساها، بنسكر. طبعا بنربط التليفون مع الكمبيوتر، ما بعرف اذا مبين قدامكم بس لازم يبين. اوكي انتبهوا من الكابل منيح، ممنوع يفلت من اليو اس بي لحتى يكون الشغل تمام ومزبوط. نفتح اي اميزنج، طبعا متعرف التليفون على الكمبيوتر ضروري. مثل ما شايفين يا شباب فاتح عندي كل شيء. انا نعمل كليك على اليمين Manage Apps Device، بنفوت عليها PUBG Mobile، بدنا PUBG Mobile. اوكي PUBG Mobile، نعمل باك اب داتا. هون عم يقول لك نقي مكان وين بدك تحط الملف، انا راح احطه على الديسكتوب. الخيارين هون تركه على باك اب اول وحده، عند اكستراكت اب داتا نيكست، حط الله اوكي. هلا عم ينقل ملف الببجي على الديسكتوب عندي لحتى نبلش نشتغل عليه. مثل ما شايفين يا شباب عم يتحمل الملف، طبعا انا عاطي عندي 6 دقائق، انتو عندكم ممكن ياخد وقت اكتر حسب قوة الكمبيوتر اللي عندكم، فما تشغلوا بالكم اذا اخذ وقت، ممكن في كمبيوترات بياخذ معهم ساعة كاملة، في منهم بياخذ ساعة ونص حتى حسب قوة الكمبيوتر عندك. فخلونا نسرع شوي الفيديو لحتى نخلص، راح نتابع خطوة بخطوة، ما بدي اقطش لحتى نتابع خطوة بخطوة ما اكون نقصت عليك شيء نهائيا. اوكي مثل ما شايفين يا شباب اخذت وقتها تقريبا شي نص ساعة، ما بعرف عندكم ممكن تاخذ اكتر. خلونا نشوف مع بعض شو صار. بتعملوا كلوز ويندوز،
بننزل هاي الملف مثل ما شايفين صار عندنا ملف. هلا اهم شغله لازم تنتبه لها، شوف شو حاعمل، بنغير اسم الملف محطوط هون Amazing App، طبعا احفظ هذا الاسم ما تشيله. شوف انا شو عامل، مثلا عامل تكست حاط اسم الملف مثل ما هو، نسخته ولصقته هون. نعمل تغيير اسم، نحط بدال ال I Amazing، بتخلي النقطة طبعا ما تشيل النقطة، بتحوله لملف RAR RAR. اوكي تحط يس، صار عندنا ملف مضغوط، صار فينا نفتح هذا الملف المضغوط، بنفوت عليه مثل ما شايفين، بنفوت على كونتينر دوكيمنتس، بتفوت على شادو تراكر سيفد، كونفيج اي او اس، راح نشوف هيدا الملف يلي اسمه يوزر كاستم. اوكي يوزر كاستم، بنفوت عليه، فتح عن الملف. هون الشغل يا شباب، انتبهوا كتير منيح، لانه هون الشغل في عندك هون الباك اب ديفايس بروفايل مثل ما شايف فوق، وفي عندك هون يوزر كاستم، بتحط هون فراغ، انتبهوا كتير منيح، يعني هيدي بتتركها فوق ما بتلعب فيها نهائيا، بس بتكبس كليك مرة واحدة على اخر كلمة وبتعمل انتر لحتى يعمل هيدا الفراغ، بترجع بتنسخ هود الكلمات، راح اترك لك اياهم بالديسكريبشن. هون الشغل بتعمل له النسخ، بتفوت على الملف مرة تانية، وين صار الملف؟ اوكي بيست، اتأكد منه. اوكي تعمل اكس سيف، تعمل له يس، احنا ضفنا هذه البيانات لحتى نعدل على ملف ال 60 فريم، نعملها 60 فريم. اوكي مشي الحال. هلا بنسكر الملف، سكرنا ملف، بنرجع اسم الملف مثل ما كان، انا نسخته مثل ما قلت لكم كوبي، نرجع بنغير الاسم rename، محي كل شيء، تعمل paste enter yes. اوكي اوكي يا شباب، هيك بكون خلصنا من الملف. رح فرجيكم انا هلا كيف كانت قبل الجيم وكيف رح تصير هلا من بعد ما عدلنا هذا الملف. قبل ما ننقل الملف انا محضر بس فيديو صغير لفرجيكم كيف كانت الاعدادات وكيف كانت عندي فاتحة على 50 فريم. مثل ما شايفين قدامكم هذا الاكونت تبعي، الرسومات، نوقف الفيديو هون. مثل ما شفتون عندي هذه اعداداتي، هيك بتفتح الايباد، عندي سلسله متوازنه عاليه الدقه و اتش دي ار وفائق الدقه، وعندي الاطارات عندي اياها منخفضه متوسطه وعاليه، بس هول هن ثلاث خيارات. نحن رح نعملهم ب60 اطار، رح ينضاف هلا خيارين على هول الاثنين، على هول الثلاثه عفوا. اوكي رح نسكر الفيديو. هلا بدنا نعمل شغلة، انه ننقل الملف مثل ما هو على الايباد اي اميزنج، بنفوت على مانج ابليكيشن، اوكي يا شباب بنشيل الملف مثل ما هو بزر الماوس، بنحطه مكانه، نعمل دون continue.
هلا هيك عم ننقل الملف وممكن ياخد شوية وقت، رح ارجع لكم بس ليخلص الملف ونجرب مع بعض كيف صارت اللعبة. اوكي شباب، انتم ما شايفين قدامكم ورجعنا من جديد من بعد ما اخذت وقت. هون عم يطلب مني انه احط الباسكود تاع الايباد. طبعا الكيبل هلا صار فيك تشيله من بعد ما اعطاك اشارة الصح الخضراء، صار فيك تشيل الكيبل وتجرب الجيم وتشوفها. رح نفتح الجيم مع بعض يا شباب. بنفوت على الضبط، الرسومات مثل ما شايفين قدامكم على الشاشة صار في عنا خيارين جداد يلي هي الفائقة والقوية. هون انتبهوا كتير منيح شو بدكم تعملوا. بتحط معدل الإطارات على القوية، هيدي أول وحدة بتخليها على السلسة. يا شباب هون بدكم تختاروا الخيارات مرة واحدة وبقى فيكم تغيروهم مرة تانية. أنا يفضل حطها واقعي او فيك تحطها ملونة. بعتذر منكم يا شباب اذا كنتوا عم تشوفوا الفيديو بس عم نسجل. هون بتحطها عادية. اهم شي هذا الخيار كمان يا شباب، الرسومات ذاتية التعديل تقلل من الاعدادات تلقائيا. هيدي بدك تحطها تعطيل، ممنوع تحطها تفعيل، بعدين بيروح كل شغلك. وهيك يا شباب بيكون نحنا فعلنا 60 فريم. طبعا في شغلة كتير مهمة لازم تعرفوها انتو، انه هول الاعدادات ممنوع تغيروهم نهائيا. اذا غيرتوهم رح يرجع الملف مثل ما كان وترجع تعيدوا نفس الشغل من اول جديد. وشغلة تانية مهمة هو انه ممكن هالاعدادات بس تطفي اللعبة وترجع تفوت عليها رح تروح من قدامك. ما تخاف من هالشي لانه رح تضل الاعدادات مثل ما هي، بس مثل ما ذكرنا وحكينا بالحالتين بس اللي بيروحوا فيها هالاعدادات بطل فعالة معك انه انت ترجع تعملها بضبط اعدادات جديدة وبتحط لها اوكي، يعني بتحفز اعدادات جديدة، او اذا نزل ابديت راح يروحوا. فان شاء الله تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو، وبتمنى منكم اذا عجبكم الفيديو تضغطوا على زر اللايك، واذا ما مشترك اشترك وفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل شيء جديد بالقناة. يا شباب اذا حبيتوا هيك افكار بالسوفت وير او الهاردوير او اي شيء تصليحات الكترونية راح اعمل قناة جديدة، اكتبوا لي بالتعليقات لحتى اعمل قناة جديدة تختص لهالمجال فقط لا غير، وبتضل هالقناة للجيمنج. بس حبيت انشر لكم هيدا الفيديو لحتى تستفيدوا منه، لانه بعرفكم انتم لاعبين ببجي موبايل بتحبوا انه بنفتح الجيم على 60 فريم وطبعا انترنت، بس للاسف في بعض الدول انترنت عندهم منه منيح. بتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، بشوفكم ان شاء الله بفيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.